بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا بمشيئة الله. حنكمل في محاضرتنا اللي حتكون المحاضرة الأخيرة بالنسبة للبرتربيشن ثيوري، ونعود مرة أخرى في المحاضرة القادمة لمحاضرات البارشال ديفرنشال إكويشنز. طيب، في هذه المحاضرة حنستكمل آخر جزئية في التكامل. إحنا كنا صيغة لابلاس تفشل في حالة لو كانت الدالة f of t أو ال f of c تساوي 0 أو تؤول إلى الزيرو. من خلال هذا المثال هنحاول نحل هذه المشكلة. حل هذه المشكلة هنعمل تحريك للماكسيموم. هنعمل تحريك، هنقول موفينج تحريك للماكسيموم. ات تي تساوي تي of x طيب نوضح الحل لهذه الإشكالية. يعني لو كانت ال f دال f at الماكسيموم تساوي 0، نوضح حل هذه المشكلة من خلال هذا المثال. لو كان عندي التكامل التالي اي السالب تي سالب اكس اوفر تي دي تي والاكس كبيرة جدا، اكبر من الواحد. طيب حنحاول نكتب هذا التكامل بهذا الشكل. حيبقى تكامل من صفر إلى ما لا نهاية، اي أس سالب تي في اي أس سالب اكس اوفر تي دي تي. طيب، وبالتالي نستطيع الآن نحدد الفاي اوف تي والاف اوف تي. الفاي اوف تي في مسألتنا اللي هي الدالة السالب تي و ال f of t العكس الفاي اوف تي اللي هو سالب واحد ال f of t اللي هي هذه الدالة، والفاي اوف تي اللي هي الدالة سالب واحد على تي. طيب، احنا هنشوف الآن طبعا الماكسيموم هتكون ات تي تؤول إلى ما لا نهاية. الماكسيموم عندما تي تؤول إلى ما لا نهاية ده ماكسيموم. of phi occurs as t تعود إلى ما لا نهاية. نقول but ال f of t تؤول إلى الصفر، دال f of t عندما t as t تؤول إلى ما لا نهاية. يعني عند ما لا نهاية الماكسيموم للدالة phi عند ما لا نهاية
لكن الـ F of T برضو تؤول إلى الصفر، وبالتالي في هذه الحالة يفشل الفورمولات اللي كتبناها في المحاضرة السابقة التي استنتجناها، تفشل في هذه الحالة. احنا استنتجنا أكثر من فورمولا، إذن حنقول الفورمولا الصيغة إذن لا نستطيع استخدام الصيغ السابقة في هذه الحالة، بالتالي حروح وأخذ حفرض الجي اوف تي بالمقدار كامل اللي سالب تي سالب، حفرض الجي اوف تي بهذا المقدار اللي فوق اللي هنا، واحسب التي ماكسيموم. طبعا التي ماكسيموم حتكون في هذه الحالة بدلالة الاكس. اذا حنقول ده ماكسيموم في هذه الحالة، هذا ماكسيموم of the integrand the maximum لدالة التكامل سيحدث occurs when وحيوجد عندما تكون اللي عند الجي اوف تي، او حسمي الداله. يعني الفكره ايه، احنا عاوزين نحل هذه المشكله ونرجع التكامل، نرجع التكامل للصيغه التي نستطيع نستخدم فيها الصيغ السابقه. فانا حروح واخذ الداله جي اوف تي، الداله تبعنا جي اوف تي اللي هي سالب تي سالب اكس اوف تي اوفر تي، وراح اشتق هذه الداله حتى يشتقها سالب واحد سالب او زائد اكس على، حشتق بالنسبه لايه؟ بالنسبه لتي، وساوي بالصفر، واحسب الايه؟ الكريتيكال بوينت اللي تي ماكسيموم. طبعا حنقول هذا الطرف الاخر، وبعدين اقسم اضرب بعد كذا في تي تربيع، واخذ واخذ جذر الطرفين اللي حيعطيني تي تساوي، طبعا هذه تي الماكسيموم حتبقى بجذر اكس. طيب برضه نستطيع اختبار الإشارة، نروح معوضين التي ماكسيموم في المشتقة الثانية. طبعا أحسب كمان المشتقة الثانية اللي حتبقى ناقص إكس على تي تكعيب، أحط التي بجذر إكس، سنجد أن المشتقة الثانية، أحسب المشتقة الثانية وأروح معوض بالإيه؟ بالتي ماكسيموم اللي الجذر اكس، سأجد ان الاشارة اقل من الصفر. يعني ده اكد لي ان الانتجراند ماكسيموم ات جذر اكس. طيب الان ننتقل الى الخطوة المهمة، واللي هي حنعمل تغيير مناسب في المتغير. إذن حنقول هنا نعمل make an appropriate تغيير مناسب في المتغير
يعني حروح فرض ايه؟ حروح فرض، حفرض ان الاس تساوي تي على تي ماكسيموم. حفرض التي تساوي تي على تي ماكسيموم. طبعا انا في مساله تي هنا حروح واضع تي ماكسيموم، حيبقى عندي الاس يساوي تي على قدر اكس. طيب واغير ايه ما لزم، اروح لي التكامل تبعي واغير ما لزم، يعني بالتالي حتغير حدود التكامل حتبقى كما هي. هحسب الدي اس من هنا اللي حيبقى ايه؟ الدي اس يساوي دي تي على قدر اكس، ومنه ايه؟ الدي تي تساوي الدي اس في قدر اكس. وراح شايل في المسألة عندي كل تي، كل تي، واحط بدالها ايه؟ اس في تي، اس في قدر اكس. اذا نروح للتكامل، نرجع للتكامل الأساسي ونعوض عن الحقيقة عندي إيه؟ هاي قدر إكس يساوي تكامل هشيل هنا، هشيل التي وحط بدالها إيه؟ سالب قدر اكس اس. برضو هنا عندي اكس على والتي، راح اشيلها واحط بدالها ايه؟ قدر اكس اس. وعندي هنا الدي تي راح اشيلها واحط بدالها ايه؟ قدر اكس. يعني خلاص اصبحت المساله مساله تكامل عادي جدا، او هذا الحق ابسطه الى التالي، حيكون عندي قدر اكس تكامل من صفر إلى ما لا نهاية، وطبعا قدر إكس هنا وعندي إكس هنا، حبقى قدر إكس، إكس على قدر إكس حديني قدر إكس، أطلعه برا مشترك حيبقى ماينس قدر إكس، روح فاتح قوس إس زائد واحد على إس في دي إس. طيب الآن أصبحت المسألة، أصبح بالإمكان نحن نستطيع نطبق لابلاس ميثود. إذا حنقول في هذه الحالة وحنشوف ليه لابلاس ميثود كان بي، الآن نستطيع كان بي أبلايد. نقول طريقة لابلاس الآن نستطيع نطبقها. لماذا؟ التالي، لأن الـ F of S في هذه الحالة، الـ F of S تساوي واحد، والـ Phi of S يساوي سالب واحد، سالب اس زائد واحد على اس. طب لو اشتقينا الفاي اللي حتبقى ماينس واحد بلس واحد على اس تربيع. طب ومن هنا لو تساوينا بالصفر الكريتيكال بوينت الاس حتبقى بكام؟ في واحد. طيب هنا ما فيش مشكلة، عندي الاس بواحد، الاف واحد، لو حطيت الاس بواحد يبقى اف واحد يساوي واحد، ما يساويش الايه؟ ما يساويش الصفر. طبعا للتأكد ان الاس بواحد ماكسيموم نروح نشتق المشتقة الثانية اللي عبارة عن ايه؟ سالب اثنين على اس على اس تربيع. من هنا لو عوضنا
بي الواحد بالفعل هيبقى بسالب 2، ودي أقل من الايه، من الصفر. ومن ثم بالفعل الاس تساوي 1 ماكسيموم. ونستطيع نستخدم ايه الصيغ السابقة، نستطيع استخدام الصيغ السابقة. الاس بواحد في هذه الحالة ماكسيموم، وكمان ايه الاس بواحد هي نقطة ايه، هي نقطة داخلية يعني موجودة عندي في الفترة من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا مهم جدا نحدد ايه النقاط تبعنا، بحيث ايه نشوف ما هي الصيغة المناسبة التي ايه نستطيع استخدامها مباشرة. حروح ايه مستخدم الصيغة الآتية. إذا عندي الصيغة اللي حستخدمها، حقول i of x يساوي تقريبا قدر x. راح أعوض تعويضاته مباشرة بالصيغ التي استنتجناها في المحاضرات السابقة، اللي 2 باي على سالب قدر x في فاي برايم ات 1 في f of 1 في e اس قدر x فاي 1. أو بعد حساب الإيه؟ بعد حساب هذه القيم 5 برايم ات 1 اف 1 اف 1 حتبقى الـ i of x تساوي باي اس ونص x اس ربع في e اس سالب 2 قدر x. طبعا as x تؤول الى ما لا نهايه. طيب وبالتالي استطعنا من خلال هذا المثال نوضح فكرتنا. طبعا احيانا قد يعتقد القارئ نحن نحل فقط مسائل تكامل، هي لا، هي لها أهمية كبيرة نحتاجها في التطبيقات العملية. يعني المسألة هي ليست حل مسائل تكامل فقط، ولكن لها أهمية في الناحية العملية كثير، لأنه أحيانا نواجه أحيانا مشاكل أن المسألة ليست حتى مناسبة إيجاد حلها باستخدام طرق عددية، فنلجأ إلى الطرق الأسيمبتوتيك. فمثلا لدينا الدالة الشهيرة، كلنا يعرف الدالة جاما فانكشن. ونريد إيجاد قيمة التكامل التالي، دالة جاما فانكشن، ونريد حساب التكامل التالي من صفر إلى ما لا نهاية، تي أس x minus 1 و e السالب t. طبعا بشرط عندي ايه x لا تساوي الصفر سالب 1 سالب 2. طبعا دالة جاما من الدوال الهامة جدا. حاليا انا ادرس هذا المقرر في البرنامج الجديد تحت مسمى طرائق رياضية، ندرس فيها الأشياء هذه بالتفصيل، دالة جاما، دالة بيتا، دوال لجندر، دوال بيسل، دوال لاجيرو، دوال الهرميتية إلى آخره. فهذه مهمة جدا، نواجه هذه الدالة بكثرة. فالمطلوب مننا إيه في هذه المسألة، إن احنا نحسب أبروكسيميت gamma of x to leading
يعني احنا في الغالب لما حسبنا التكاملات اكتفينا فقط بالايه؟ بالليدنج تيرم فور اكس اكبر من واحد. طيب احنا في الحقيقة حنبدأ نحسب جاما اكس بلاس 1، بعد كذا ايه نروح نحط اكس باكس ماينس 1 نحصل على الحل. فحنقول من المناسب it is a convenient من المناسب to consider a gamma x plus 1. فاحنا حنحسب جاما اكس بلس 1 وبعدين ايه نروح نحط اكس باكس ماينس 1 نحصل على جاما اكس. طيب الان حنروح في تكاملنا حنحط الان اكس باكس بلس 1 وهنا اكس باكس بلس 1 يصبح تي اس اكس ونحسب هذا التكامل باستخدام الطرق الموجوده معنا. Then gamma x plus 1 equals تكامل من صفر إلى ما لا نهاية هتصبح t أس x e أس سالب t dt. طيب أنا هكتب هذا المقدار t أس x هعيد كتابته كالتالي، يبقى من صفر إلى ما لا نهاية إي أس سالب تي، وتي أس إكس هكتبها بهذا الشكل إي أس إكس لين تي دي تي. يعني هذه العبارة إي أس إكس لين تي هي نفسها إيه؟ تي أس إكس، لأن من خواص الألغوريتمات هو إكس هنا هتبقى إيه؟ لن تي اس اكس، وعندي الداله اي والداله لن عكس بعض، تالي حيبقى ايه بواحد. طيب لو جينا نطبق طريقه لابلاس اف اوف تي اي اس سالب تي والفاي اوف تي تساوي لوغاريتم تي، الاحظ ايه ان الفاي اوف تي هتبقى ماكسيموم عندما تي تؤول الى ما لا نهايه، وبرضه الداله اف اوف تي هتؤول للصفر عندما تي تؤول الى ما لا نهايه، وبالتالي لابد نعمل ايه موفينج للماكسيموم. هنقول هنا الفاي از ماكسيموم از تي تؤول الى ما لا نهايه، وحنقول بات ولكن برضو ال f of t تؤول للصفر as t تؤول إلى ما لا نهاية. طيب اللي حنعمله التالي حنعمل moving للماكسيموم، إذا حنقول حنعمل moving للماكسيموم كما يلي، حسمي الدالة g of t وتساوي minus t، أنا عندي هنا الدالة الأسية حبقى e، وهذا المقدار أس سالب t زائد x لين t، هاخذه ب أسميه g of t زائدا x لين of t لين t. طيب المشتقة هنا t برايم اوف t ويساوي سالب واحد زائد x اوف t، من هنا نحسبها هي الكريتيكال بوينت، حنقول للطرف الاخر واحسب قيمة ال t حتكون دلالة ال x. اذا حنقول في هذه الحالة ال t ماكسيموم حتساوي ايه؟ حتساوي x. طبعا ونحسب المشتقة الثانية يعني نتحقق
من المشتقة الثانية. المشتقة الثانية لو حسبناها وعوضنا بـ تي ماكسيموم هيدي لي الناتج ايه؟ أقل من الصفر. طيب، وبالتالي الـ تي ماكسيموم تبقى ايه؟ ماكسيموم و انتريور بالتالي حنستخدم التغيير التالي او التعويض التالية او حنقول ايه التغيير في المتغير المستقل او حنقول change the variable حنستخدم نفس التعويض السابق لكن ايه حنستبدل التي ماكسيموم باكس يعني حنقول let الاس تساوي تي على تي ماكسيموم والتي ماكسيموم عندي بايه باكس طبعا الهدف بسيط جدا هو انه التكامل نحول التكامل بتاعنا الى صيغه نستطيع فيها استخدام الصيغ السابقه طبعا بالمثل حنروح نحسب الدي اس دي تي نحصل عليها اللي حتكون ايه دي اس ونعوض الحدود اللي موجوده معايا في التكامل اي تي اواجهها اشيلها واحط بدالها ايه اي تي اواجهها اشيلها واحط بدالها اس اكس طب نروح لتكاملنا او جي اكس بلس 1 يساوي تكامل من صفر الى ما لا نهايه وروح ايه معوض على التي باس اكس وهنا عندي اي اس اكس لين والتي اروح شايلها واحط بدل ايه اس اكس وعندي هنا هبقى اكس في دي اس طيب حاول إعادة كتابة التكامل فأنا حطلع على الإكس برا حطلع على الإكس هنا برا يبقى عندي تكامل من صفر إلى ما لا نهاية وهنا عندي إيه؟ إي أس سالب إكس هنا هحاول إيه أفك هذا المقدار عندي لوغاريتم مضروب قيمتين حيفك حيبقى لين اس زائدا لين اكس حيبقى عندنا اكس لين اس زائدا لين اكس دي اس والجزء عندي اي اس اكس لين اكس حطلعه برا حطلعه برا حيتبقى معايا ايه؟ مالي اكس حطلع اي اس اكس لين اكس برا يتبقى معايا ايه؟ اي اس لين اس اكس لين اس وهنا عندي سالب اس اكس حجمع هنا حاخذ سالب اكس مشترك حيتبقى معايا اي اس سالب اكس اس وبالتالي انا استطعنا نجهز المسألة بحيث نستطيع نطبق عليها صيغة طبعا هنا الاي اس اكس لين اكس هي في الحقيقة ايه حتبقى ايه لما اخذ الاكس هنا واي تروح مع اللين يبقى اكس اس اكس وهنا اكس اس واحد يعني هذا المقدار احنا نستطيع نكتبه ايه اكس اس واحد زائد اكس طيب الان حنستطيع بالتالي الان نستطيع خلينا نكتبه بهذا الشكل
هيبقى عندي هنا اكس اس واحد زائد اكس تكامل من صفر الى ما لا نهايه اي اس سالب اكس اس لين اس دي اس. طيب الان اصبحت مسالتنا جاهز لاستخدام طريقه لابلاس. فعندي ليه ال اف اوف تي، ال اف اوف تي بكم؟ شوف انتم معاه ال اف اوف تي بكم؟ ال اف اوف تي بواحد، انتم معاه؟ ممتاز. طيب والفا اوف اس اللي هي بسالب اس زائدا لن اس، وبالتالي الفاي برايم اوف اس هتبقى بسالب واحد زائدا واحد على اس، وهذا يساوي بزيرو. من هنا احصل على الايه؟ على الاس اللي هي ايه؟ بواحد. برضو أروح أحسب، أحسب المشتقة الثانية وأعوض فيها بالإس بواحد، بالفعل هي أقل من الإيه؟ من الزيرو، وبالتالي النقطة اللي معاه ماكسيمم أند انتريور، وبالتالي راح نطبق الصيغة التالية: جاما إكس بلاس 1 تساوي تقريبا اكس اس واحد زائد اكس في الجذر التربيعي لاثنين باي على سالب اكس في المشتقة الثانية عند الواحد في اف واحد برا في اس اكس باي اف واحد، واعوض بقيم احسب المشتقة الثانية اعوض هنا اف فاي قيمة الفاي عند الواحد و قيمة الاف عند الواحد. طيب بعد التعويض احصل على الصيغة التالية بعد ما اعوض. هنحصل على الصيغة الاتية: جاما واحد بلس اكس يساوي تقريبا اكس اس اكس في 2 باي اكس اي اس سالب اكس. طيب ها للحصول على جاما اكس هنعمل ايه؟ يلا شوفوا انتم معاه. للحصول على جاما اكس هنعمل ايه؟ كيف نعوض في التكامل الأول؟ أنتم مش معاه. عشان أحصل على جاما إكس هعمل إيه؟ يعني ما أريد أحسب جاما إكس، نطرح واحد نعوض عن إكس، أروح حاطط بدل الإكس إكس ماينس 1. أروح أشيل كل إكس في الناتج اللي هنا وأحط بدال إكس ماينس 1. بالتالي تصبح جاما إكس تساوي إكس ماينس 1 أس إكس ماينس 1 على
2 باي x minus 1 في في اي اس سالب x minus 1. اذا الحصول على جاما x نروح نبدل ايه طبعا اما نعمل هذه الطريقه البسيطه الجبريه او لو عندنا ايه المعلومه التاليه في عندنا معلومه التاليه هذه ندرسها لطالبات مقرر الطرق الرياضيه ندرس هذه الخواص انه جاما واحد بلس اكس يساوي اكس في جاما اوف اكس ومن هنا نستطيع الحصول على ايه على جاما اوف اكس من هنا نستطيع الحصول على جاما اوف اكس اللي تساوي جاما واحد بلس اكس على اكس. طيب اخر مثال في محاضرتنا وفي البرتربيشن ثيوري ان شاء الله اكزامبل تكامل من صفر الى ما لا نهايه كوزاين تي ماينس اكس تي تربيع طيب على كل هذا المثال مباشر ما فيه اي مشاكل مباشر موجود معي هنا في النوت فبالتالي كتبت هذا المثال طيب اريد طيب هذا المثال في الحقيقة لا يوجد فيه أي مشاكل، عندي فاي اف تي والفاي اوف تي ايكوالز سالب تي تربيع سالب 2 تي، فلما هشتق هنا أحدي لي سالب 2 تي وسالب عن هنا زائد بلس 2 وهذا يساوي صفر ومن هنا ايه من هنا التي يساوي واحد طبعا التي بواحد ما فيهاش اي مشكلة لما اقول اف اف واحد لا تساوي زيرو كوزاين الواحد لا يساوي زيرو وبالتالي نستطيع نستخدم الطرق السابقة طيب نتأكد بس ايه لو اشتقينا مرة أخرى حيبقى مشتقة بسالب 2 يعني المشتقة الثانية وبالفعل النقطة تي تساوي 1 ماكسيموم وانتريور وكمان ايه الاف 1 لا تساوي 0 إذا تي تساوي 1 ماكسيموم وكمان انتريور وكذلك ايه الاف ات 1 لا تساوي الزيرو طبعا لو كانت الاف 1 تساوي زيرو بالتالي حنحتاج ايه نستخدم طريقه نقل الماكسيموم وبالتالي هنا نستطيع نستخدم مباشره او نعوض مباشره بالصيغ التي تعلمناها في المحاضرات السابقه حيبقى عندي 2 باي على سالب اكس في المشتقة الثانية عند الواحد في اف واحد في اي اس اكس فاي واحد ونحسب ايه نحسب القيم الموجودة معنا حدي لي جذر باي على اكس في كوزاين واحد في اي اس اكس
طبعا هذا التكامل في الأخير يوضح لنا فقط أنه في حالة عدم وجود المشاكل بالتالي نستطيع مباشرة. طيب على كل نكون بكذا انتهينا من غطينا أكثر معظم نقاط البرتربيشن ثيوري.